صاحب اعلى ترندات على السوشيال ميديا. لا احنا نيجي ايه جنبك؟ معلش في الترندات. لا 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 انا عديتكم في الترند. طبعا ما اقدرش نتكلم. يعني تتكلم ولا ما تتكلمش؟ ما اقدرش يا باشا. برنامجك والترند ترندك. قعدوا بقى في الجونه يلبسوا جاكيتات ويجنوا فاكسينات ويعملوا حاجات وانا قفلت المهرجان بالترند. انا بهدوء وبهدوء. انت الكلام ده الارقام تشهد. بس تمام عشان البرنامج هنعديها. لا معلش انا 4 ايام ترند يا باشا. لا معلش احنا 10 ايام سوري. اوكي يعني نرجع بقى ونقول انت اللي تهتم بالحاجات دي ولا هي بتجيلك بقى خلاص عارفوا ان انت لازم تدخل بشكل مختلف؟ لا طبعا انا اللي بهتم وبتعب جدا يعني عشان اقدر اعمل حاجه مختلفه وحاجه جديده وحاجه ليها معنى. الجاكيته دي عاملاها فرح والي فاشن ديزاينر. هي معموله كلها بالباترنز والاشكال المصريه الفرعونيه. فرعونيه دي زهره اللوتس هنا موجوده اهي. وكل دي طبعا الزخرفه الفرعونيه مخصوص لابسها النهارده.